سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اهلا بحضراتكم في المجلس الاعلى للثقافة الذي يحتفي اليوم باحد كبار اساتذة القانون الجنائي في مصر، معالي الاستاذ الدكتور احمد عبد الظاهر استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة. دكتور أحمد عبد الظاهر يقدم لنا في هذه الأمسية كتاباً مهماً تعود أهميته إلى أنه يعالج الجرائم الرياضية في 4 فصول، 23 جريمة تتضمنها 4 فصول تشمل كل ما يمكن أن يثار في هذا الموضوع المهم. ينعقد منتدانا اليوم في الذكرى التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي في الواقعة المشهورة إعلاميا باسم مجزرة بورسعيد رحمهم الله جميعا، وأدعوكم ونفسي أن نقف دقيقة حدادا على أرواحهم الطاهرة. لقد دأب المجلس الأعلى للثقافة على أن يخصص جلسات علمية لمناقشة هذه الأعمال المهمة. هذا الكتاب يأتي تحت رعاية كريمة من الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، وسوف يلحق بنا بعد قليل الأستاذ الدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة لانشغال هذا الصباح في بعض الترتيبات التي فاجأته، ولكن سوف يلحق بنا بإذن الله تعالى بعد قليل. يشرفنا في هذا اللقاء واحد من أعظم رجال القانون والقضاء في مصر، معالي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأكبر، كما يشرفنا للتعقيب على الكتاب أحد رموز مصر الوطنية والكروية والرياضية معالي الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، ويشرفنا كذلك كابتن كريم عبدو خبير التأمين الملاعب لكي يدلي بدلوه في هذا الكتاب المهم. يشرفنا نخبة من أساتذتنا العظام أساتذة القانون ورجال القضاء، يأتي على رأسهم أستاذنا الكبير
الأستاذ الدكتور محمود كوبيش أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا بك. كما يشرفنا معالي المستشار الجليل عبد السلام محمد المزاحي نائب رئيس محكمة النقد، ومعالي المستشار جمال عليوة رئيس محكمة الاستئناف، معالي المستشار الجليل هاني نبيل صبحي نائب رئيس مجلس الدولة عضو قسم التشريع، وكذلك معالي المستشار محمد حسن نائب رئيس محكمة النقد، معالي المستشار عزة عبد الله أحمد محكمة الاستئناف القاهرة. ويشرفنا مجموعة كبيرة من المهتمين والمحامين والمتخصصين، واعذروني لعدم حصرهم باسمين، ولكن خلال الجلسات سوف نحييهم فردا فردا. شكرا جزيلا لحضراتكم. نبدأ الآن بأن نستمع إلى عرض لهذا الكتاب المهم من معالي الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى وزارة الثقافة وعلى رأسها معالي الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم، كما أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور حاتم ربيع، وإلى سعادة المستشار الدكتور خالد القاضي المشرف على موسوعة الثقافة القانونية، والذين أتاحوا لي هذه الفرصة لكي أتحدث عن آخر مؤلفاتي والذي يتعلق بالجرائم الرياضية في القانون المصري. في البداية وحتى ندرك أهمية الرياضة، أود أن أشير في عجالة إلى بعض العبارات الموجزة التي تؤكد وتوضح بجلاء أهمية الرياضة في حياتنا. أول عبارة وردت في المادة الأولى من القانون الفرنسي بشأن التربية البدنية والرياضة العام 1975، وربما تستغربون هذه العبارة، وهي أن الرياضة عنصر أساسي في الثقافة. الرياضة ليست مجرد وسيلة لتقوية البدن، وإنما على حد وصف المشرع الفرنسي هي عنصر أساسي في الثقافة. المشرع الجزائري استخدم عبارة جميلة بتقول أن الأنشطة البدنية والرياضية عناصر أساسية للتربية تسهم في التفتح الفكري، وبدأ بالتربية والتفتح الفكري للمواطنين وتهيئتهم بدنيا والمحافظة على صحتهم. الرياضة أمن قومي على حد وصف البعض. هناك مقولات كثيرة توضح أهمية الرياضة لا يتسع المجال لذكرها. من المقولات المهمة برضو مقولة لمجلس الدولة المصري لقسم التشريع في مجلس الدولة المصري في تعقيبها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، تقول إن الرياضة صارت شأنا عالميا أكثر منه شأنا محليا. في الحقيقة الكتاب بينقسم إلى أربعة فصول مصنفة بحسب مرتكبي الجرائم الرياضية. الجرائم الرياضية قد تكون مرتكبة بواسطة الرياضيين أنفسهم، مثل جريمة تعاطي المنشطات، ومثل جريمة التلاعب في نتائج المباريات، وجريمة الفعل الفاضح العلني، جريمة استخدام الإشارات العنصرية، جريمة استخدام الشعارات السياسية. خمسة جرائم يمكن أن ترتكب من الرياضيين أنفسهم. للأسف قانون الرياضة الجديد لم ينص إلا على جريمة واحدة، وهي جريمة استخدام الإشارات العنصرية، والتي ورد النص عليها في المادة 85 من قانون الرياضة الجديد. وكان أولى بالمشرع أن يولي اهتماما بجريمة استخدام الشعارات السياسية، ولا سيما وأننا عانينا من هذه الجريمة، وكلنا نتذكر اللاعب الذي رفع إشارة رابعة في نهائي دوري الأبطال عندما فاز الأهلي في مباراة ضد أورلاندو. هذا مثال صارخ لجريمة استخدام الشعارات السياسية.
كان ينبغي للمشرع أن ينتبه إلى هذه الجريمة، لسيما وأنها قد وقعت على البساط الأخضر في مصرنا المحروسة وفي نهائي بطولة أفريقيا. وكان وقتها معالي الوزير الكابتن طارق أبو زيد وزيرا للرياضة آنذاك. جريمة التلاعب في نتائج المباريات أيضا كان ينبغي أن يوليها المشرع اهتماما. الفصل الثاني، الجرائم المرتكبة بواسطة الجمهور. عندي في الجرائم المرتكبة بواسطة الجمهور سبع جرائم. هي جرائم الشغب الجماهيري، برضو كلنا يعلم جميعا ما فعلته جماعات الألتراس في إفساد النشاط الرياضي. الجريمة الأخرى هي جريمة إهانة العالم أثناء أو بمناسبة فعالية رياضية. يمكن أيضا أن تلجأ بعض الجماعات التي تريد أن تعكر صف الأجواء إلى إهانة العالم أو إهانة النشيد الوطني. وينبغي أن نستفيد هنا من تجربة حدثت في فرنسا على وجه التحديد أثناء مباراة بين فرنسا والجزائر في أكتوبر عام 2001. الجمهور الجزائري لجأ إلى الصفير أثناء عزف النشيد الوطني في نهائي كأس فرنسا بين فريق لورين وباستيا. لجأ جمهور باستيا إلى الصفير أثناء عزف النشيد الوطني، وكان جاك شيراك رئيس الدولة الفرنسية آنذاك حاضرا وتعرض إلى موقف عصيب. ماذا يفعل؟ هل يستمر ويقبل إهانة النشيد الوطني أم ينصرف؟ كلاهما مر. لجأ إلى حيلة ربما يكون في صنع القرار عندنا هذه الواقعة حتى يكون لديه سيناريو للتصرف إذا واجهتنا هذه الحالة. ماذا يفعل صنع القرار؟ هل يقبل بإهانة النشيد الوطني المصري ولا يحرك ساكنا، أم ينصرف ويسبب مشكلة؟ جاك شيراك عمل حيلة يمكن أن نلجأ إليه. الحيلة مش هنقولها لأن حتى الوقت ضيق. الجريمة الثانية جريمة السب والقذف ضد الهيئات والشخصيات الرياضية. وفي قضية مشهورة حدثت في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تشكل مثالا لهذه الجريمة. جريمة إدخال مشروبات كحولية أو مخدرات إلى المنشآت الرياضية، ودي ورد نص عليها في قانون الرياضة الجديد. جريمة إدخال أسلحة وألعاب نارية إلى المنشآت الرياضية برضو ورد النص عليها في قانون الرياضة الجديد. جريمة الدخول إلى مكان النشاط الرياضي بدون ترخيص. اعتبنا على المشرع أن في جريمة الشغب الرياضي كان القانون القديم بيجرم الشغب ذاته. القانون الجديد رغم أننا ابتلينا بجرائم الألتراس جرم التحريض على الشغب ولم يجرم الشغب ذاته. كان ينبغي على المشرع أن يولي هذه الجريمة اهتماما بالغا. الفصل الثالث، الجرائم المرتكبة بواسطة العاملين في المجال الرياضي، ومثالها رشوة المستخدمين في الاتحادات الرياضية الوطنية. يعني لو أحد المستخدمين، احنا مش قلنا الموظفين لأن دي مش هيئات عامة ولا جهات حكومية حتى نستخدم اللفظ أو تعبير الموظف العام، وإنما استخدمنا تعبير المستخدم للدلالة على أنها ليست جهات حكومية. هناك أيضا رشوة المستخدمين في الاتحادات الرياضية الدولية. لو حصلت رشوة علمنا جميعا وسمعنا جميعا عن وقائع الرشوة في التصويت على كأس العالم، وكان متورطا فيها رئيس الاتحاد الأفريقي، والجريمة أضرت بمصر إضرارا بالغا. مصر حصلت على صفر المونديال، هل كان يمكن أن تحريك دعوة ضد عيسى حياته باعتباره مرتشيا أم لا؟ المشرع المصري لم ينص على هذه الجريمة. برضو الاتحادات الرياضية الدولية ليست منظمات دولية. المشرع المصري مؤخرا جرم رشوة الموظف الأجنبي ورشوة الموظف في منظمة دولية، لكن الاتحادات الرياضية الدولية ليست منظمات دولية. كان ينبغي أن يفرد لها المشرع نصا خاصا. كمان أنا بشوف، يعني أود أن أتوقف عند هذه النقطة تحديدا، لأن أنا شايف أن احنا عندنا رعب من الاتحادات الدولية، والرعب ده على فكرة مش موجود في العالم كله. يعني أنا ما أجد أن في سويسرا راحوا فتشوا مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم. احنا ما نقدرش نفتش مقر الاتحاد الأفريقي. المهم ان احنا يكون عندنا اساس ثابت وقناعة راسخة
واحنا بنتصرف على حق ولا لا. المشكله ان احنا ما عندناش وعي بالقانون، فاللي ما عندوش وعي بالقانون يخشى من اللاشيء، يخشى من العدم. دي مشكلتنا. استخدام القوه والعنف للتاثير في نتيجه النشاط الرياضي، دي ورد النص عليها في قانون الرياضه الجديد. اصدار شيك بدون رصيد بمناسبه ممارسه نشاط رياضي، والجريمه دي مع انها وارده في قانون العقوبات العام الا انني ارتأيت ان اسلط عليها الضوء في هذا الكتاب، لان كان حادثه واقعه طريفه سنه 2011. كان المستشار جلال ابراهيم كان رئيس نادي الزمالك، وكان رفض يوقع على شيكات اجله للتعاقد مع بعض اللاعبين. استقال الاستاذ عبد الله جورج وكان عضوا لمجلس اداره نادي الزمالك انذاك، واعتقد ان هو كده بيعطل مسير تدعيم الفريق، وخصوصا ان كان النادي الاهلي النادي المنافس كان اشترى بعض اللاعبين بشيكات اجله. المستشار جلال ابراهيم وهو احد رجال القضاء استقال، واصدر بيان الاستقاله بيؤكد فيه ان هو عمل بامانه وصدق على رفعه شان النادي، ولكن باعتباره احد رجال القانون لم يكن يخفى عليه ان هو لو وقع على الشيك بدون رصيد فهو هنا هو هنا مذنبا، حتى ولو كان الامر لا يتعلق بمصلحه الشخصيه. فهو رفض يوقع على الشيك بدون رصيد ادراكا منه لان هذا الفعل مجرم، وان هو واحد رجال القضاء لا يسوغ له ان يعتذر بالجهل بالقانون. فالفرد العادي لا يسوغ له الاعتذار بالجهل بالقانون، فما بالك باحد رجال القضاء. جريمة تنظيم نشاط رياضي دون ترخيص، ورد النص عليها في قانون الرياضي الجديد. جريمة ممارسة مهنة وكيل لاعبين دون ترخيص. جريمة الإهمال في اتخاذ تدابير الوقاية من العنف، وورد النص عليها أيضا في قانون الرياضي الجديد. الفصل الرابع عن الجرائم المرتكبة من الفرد العادي، جريمة بيع تذاكر مباريات بدون ترخيص، ورد النص في قانون الرياضي الجديد أيضا. جريمة تزوير تذاكر الدخول إلى المنشأة الرياضية، لم يرد النص عليها في قانون الرياضة الجديد، لكن حدثت واقعة في التاريخ القضائي المصري كانت بتتعلق بتزوير تذاكر الدخول، والمشرع اعتبرها فعل، القضاء اعتبرها فعل مجرم باعتبارها تزوير في محرر عرف. جريمة حمل واستعمال الشارات الأولمبية خلافا للقانون، لم يرد النص عليها في قانون الرياضة الجديد. جريمة استعمال استغلال الأسماء أو الشارات أو العلامات الرياضية دون وجه حق، وجريمة بث المباريات الرياضية دون وجه حق، وهاتان الجريمتان ورد النص عليهما في قانون الرياضة الجديد. أرجو أن أكون قد ألقيت الضوء في عجالة على محتوى الكتاب، والآن شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع. شكرا جزيلا للعالم الجليل أستاذ الدكتور أحمد عبد الظاهر على هذا العرض الذي كفى ووفى، وإن كان موجزا إلى أنه ألقى الضوء على كثير من الهموم الرياضية الوطنية والدولية. ونشكره كذلك على أنه قام بواجبه نحو تصويب بعض الأفعال التي يمكن أن تشكل جرائم، والتي أهملها المشرع أو التي وجه إليها نظر المشرع يمكن أن تكون في الفترة المقبلة دافعا قويا لكي يتداركها ولكي يتم تعديل القوانين المنظمة لها. أردت في البداية أن نستمع إلى الدكتور أحمد حتى أعطي لحضراتكم فكرة مهمة عن الكتاب الذي بين أيدينا والذي يصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروع موسوعة الثقافة القانونية. أردت لحضراتكم أن تستمعوا إلى أهمية هذا الموضوع، ومن ثم إلى معايير اختيار موسوعة الثقافة القانونية التي أشرف بالإشراف العام عليها، والتي ننتقي لها ما يمكن أن يهم القارئ العادي. هدف هذه الموسوعة هي إتاحة الثقافة القانونية لجموع المواطنين. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك عن طريق انتقاء الأعمال القانونية التي تتسم بالاهتمامات الجماهيرية، الجرائم الرياضية كل شعوب العالم بتهتم بها. إذن كيف يمكن أن يتم إتاحة هذا العمل العلمي الرصين في أسلوب مبسط؟ يبقى إذن
المعيار الثاني أن يكون أسلوب مبسط وسهل لعموم القراء وليس للقانونيين المتخصصين في القانون. هذه جلسة عامة لمصر كلها، للشعوب العربية كلها، لكي يستفيدوا من هذا المنتج. المؤلفون الذين ينهضون بهذا العبء الجسيم، كيف يمكن أن ندعوهم أن يتحللوا قليلا من اللغة القانونية بين قوسين التي تحتاج إلى قواميس لغوية لفهمها ولإدراكها؟ كيف يمكن أن تصل اللغة القانونية إلى عموم الشعب؟ هذا عنصر مهم جدا، ولذلك بذل الدكتور أحمد عبد الظاهر مجهودا كبيرا عبر عدة شهور لكي يتم تبسيط هذه المعلومات ويصدر الكتاب في هذا الحجم. أيضا العنصر أو المعيار الرابع هو كيف يمكن أن يصل هذا الكتاب بسعر زهيد. سعر الكتاب 10 جنيه. طب عشان نوصل لعشرة جنيه دي نعمل ايه في ظل غلاء متصاعد للأوراق والأحبار؟ هو تنازل المؤلفون، تنازل المؤلفين عن حقوق التأليف. إذن هذا الكتاب يصدر مجانا متبرعا من الدكتور أحمد الظاهر ومن هيئة التحرير. كل من يتصل علمه بإنتاج هذا الكتاب هو متبرع ومتطوع حتى يصل إلى الجمهور الذي المستهدف، الجمهور المستهدف من هذه الموسوعة. طيب آخر حاجة بقى، كيف يمكن إتاحة هذا؟ فين؟ في منافذ الهيئة المصرية العامة الكتاب، موجودة في كل محافظات مصر. الآن الكتاب موجود في معرض الكتاب بعشرة جنيه، والعقد الذي تم بموجبه نشر أو إصدار هذا الكتاب ينص على هذا. وكمان ما يقدرش الدكتور أحمد أن ينشره في حتة تانية قبل نفاذ الطبعة دي، لأن هو ممكن نفس الكتاب ده يصدر في دار نشر آخر بسعر مثلا 50 جنيه على الأقل. كتاب 200 صفحة بالتكلفة دي على الأقل 50 جنيه. طيب يبقى 20% من سعر الكتاب موجود متاح للجماهير العادية. فأردت بهذه الفكرة البسيطة أن أحيي وأشكر الدكتور أحمد عبد الظاهر على هذه المساهمة الوطنية من كتابه. في الواقع أن معالي المستشار الدكتور مجيد محمود النائب العام الأسبق له بصمات واضحة، وحضرتكم شاهد وعيان جميعا على ما فعله في مصر وللمواطن المصري وللشعب المصري خلال فترة من أحلك الفترات التي مرت بها مصر. دكتور عبد المجيد محمود يأتي الآن من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خصيصا لهذا الحدث، خصيصا لكي يلتقي بحضراتكم ويدلي بدلوه، سيما وأن له باعا طويلا في مجال الرياضة وفي مجال النوادي الرياضية، وقد كان مساهما حقيقيا وعمليا وفاعلا في مجالس إدارات بعض الأندية الرياضية. الكلمة لمعالي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بحضراتكم جميعا وأحيي جميع السادة والأخوة والسادات الحاضرين في هذا اللقاء العلمي رفيع المستوى نتيجة لارتفاع مستوى العمل الذي نناقشه، وأيضا نتيجة لارتفاع مستوى جميع الحاضرين. كلمة شكر نوجهها لسعادة الدكتورة إيناس عبدايم وزيرة الثقافة لرعايتها لهذا اللقاء، وأيضا لا ننسى توجيه الشكر العميق لسعادة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حلمي النمنم
وزير الثقافة، لأن موسوعة الثقافة القانونية نشأت وبدأت في الظهور في عهد الوزير حلمي النمنم، فله كل التحية والتقدير، واتمنى له التوفيق فيما هو قادم. شكر واجب أيضا سعادة الأستاذ دكتور حاتم ربيع عميد مجلس الثقافة، وشكر أيضا سعادة الزميل الدكتور خالد القاضي المشرف على هذه الموسوعة. الشكر لكم جميعا، وطبعا الشكر لسعادة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الظاهر مؤلف هذا العمل الطيب. الدكتور أحمد عبد الظاهر اختصر في كلامه على أهمية الرياضة، وقال إن الوقت مش هيسمح، وأشار إلى إشارة سريعة. أنا بستأذنكم، لا بقول أيوة، إن لازم يعني نشوف أهمية الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي من خلال إلقاء النظرة على أهمية الرياضة، اللي حضراتكم كلكم طبعا تعرفوا أهميتها، إنما احنا بنكلم الناس كلها. بقول أيوة إن الرياضة ممكن تبقى وسيلة لشغل أوقات الفراغ وأحد أشكال الترويح على النفس، مفيش مانع إن أنا بصلها هذه النظرة، وإنها لها دور مهم في تعزيز الثقة بالنفس، إنها بتؤكد وتقوي العلاقات الجيدة بين الأفراد، بتؤدي إلى التماسك الاجتماعي، إنما أيضا لها أهمية أخرى على نواحي مهمة جدا، الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وخاصة النواحي الاقتصادية دلوقتي بقت مهمة جدا في جانب النشاط الرياضي. الرياضة أصبحت الآن هي وسيلة أو هي صناعة واستثمار. الشركات التجارية الكبرى، وهذه المعلومات موثقة وأشار إليها الدكتور أحمد في كتابه، الشركات في العالم كله سنة 97 كانت بتنفق 13 مليار دولار على في مجال الرياضة. سنة 2003 ال 13 مليار دولار أصبحوا 21 مليار دولار. سنة 2005 بقوا 27 مليار دولار. دلوقتي الشركات التجارية في استثماراتها في مجال الرياضة وصلت إلى 200 مليار دولار. يبقى أصبحت عملية الرياضة ديت ما هيش قلنا الأول إنها ممكن أقول عليها وسيلة لشغل أوقات الفراغ والترويح عن نفس ماشي، إنما انتقلنا بقى إلى مرحلة أعمق من كده، إن أنا بتكلم على 200 مليار دولار بيتصرفوا في مجال الرياضة. وبالمناسبة كده جملة اعتراضية، لما تقرأ من خلال اليومين دول في مصر وخلصاتك، شوف في هذا البلد اللي بيعاني الكثير من مشاكله بس ساعتك عمالين نتكلم على لعيبة ب 42 مليون و 3 مش عارف مليون وكلام، واخد بالك؟ ده انعكاس لقال انها دلوقتي بقت عملية تجارة وصناعة، فتوصل بيك وعرض وطلب وسوق وكلام من ده، ونفسها هتوصل لي لاعب عنده مش عارف كم 20 سنة ولا ايه بيتكلف في 42 مليون جنيه. ال 42 مليون جنيه مهمين جدا ايوه في المجال الرياضه، انما ال 42 مليون جنيه دول تخيل كده ممكن يعمل لي كام خط مجاري، يعمل لي كام خط ميه، الناس اللي ما عندهاش مجاري ولا عندهاش ميه ولا بتبدا، يعني العمليه اصبحت على جانب من الاهميه وعايزه تفكير. ايضا اصبح التفوق الرياضه واللي خلى الناس تصرف المصاريف ديت انها بقت وسيله للشقاء الاجتماعي، بس هاتك ما بقاش دي نقلت الرياضة والرياضيين إلى مصاف تاني، أصبحت مصدر للعيش والارتزاق، مش الكلام بتاع الهواية بتاع زمان ضبطة، بس هاتك لا ده بقى مصدر للرزق. بس أصبحت زي ما الدكتور أحمد قال إن ده جانب من جوانب الأمن القومي. الأمن القومي جاي منين؟
داين قال لك ان الشباب في اي دولة يجب ان يكون هو مؤهل صحيا ونفسيا وبدنيا، الشباب سليم، لان هو ده اللي بيقود عملية التنمية. مش هتقدر تعمل اي تنمية في اي بلد بشباب لا صحيا كامل ولا ذهنيا ولا كلام. من ضمن عناصر اللي تخليه يصل الى هذه المرتبة هو عملية الرياضة المنظمة. بالأهمية الرياضة دي كنت سعادتك ان اصبحت جميع المواثيق الدولية تتكلم. الأمم المتحدة كنت سعادتك اتكلمت في 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 شأن الألفية، اتكلمت على أهمية الرياضة في مجال تحقيق السلم ونزع السلاح. شوفوا مش واخدين. اتكلمت على كيفية ضرورة دعم اللجنة الأولمبية الدولية وتدعيم أنشطتها. التوجه في أهمية الرياضة في المواثيق الدولية دخل من 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 المواثيق الدولية إلى النصوص الدستورية في مختلف الدول. دستاتيج العالم المتحدث كلها تتكلم على الرياضة. المادة 84 من دستور سنة 14 بتاعنا اتكلم على 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 الرياضة وأهميتها، وأهمية اكتشاف الموهوبين الرياضية ورعاية واتخاذ ملزم لتشريع ممارسة للرياضة. القوانين بالتالي وصلت إلى أنها تتكلم على الرياضة. بدم أخضعنا ممارسة الألعاب الرياضية من خلال نصوص القوانين لضوابط وشروط، يبقى لازم هذه الضوابط والشروط بتكفل عدم انحراف الرياضة عن دورها الأساسي. بدم وضعت ضوابط ووضعت شروط، يبقى لازم على طول المترتب على مخالفة هذه الضوابط وهذه الضوابط وهذه الشروط يتعلم لازم يترتب عليه أثر. بدم قلت لي ممارسة الرياضة والنشاط الرياضي لازم يبقى ليه ضوابط وليه شروط، يبقى الوجه الآخر للعملة إنك إذا خالفت هذه الضوابط وهذه الشروط يترتب أثر على هذه المخالفة. هذا الأثر إما يكون أثر جنائي وبكده قربنا من موضوع الكتاب، أو أثر غير جنائي إداري، الجهة الإدارية بتاخد إجراءات خاصة بمخالفة هذه الضوابط وهذه الشروط. لو انتقل الى الساحة اللي تهمني اللي هي الساحة الوطنية في مصر بقى، ان قانون 71 سنة 2017، وتحية لكل من ساهم في اصدار هذا القانون، ومش من الوقت ده في عصر سيادة الوزير خالد عبد العزيز، لا ده الشغل في القانون ده كان واخد مجالات قديمة، وكان للكابتن طاهر ابو زيد لسه بنقول عليه كابتن رغم ان هو انتقل من مرحله الكابتنه الى مرحله الى ما اعلى من ذلك. خد بالك ان كان ليه دور في 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 الترتيب لهذا القانون، هو واللي قبله كمان. بس القانون ماشي اتكلم على في مسائل كتير جدا، اتكلم على الهيئات الرياضيه ونظمها، اتكلم على امتيازات هذه الهيئات اللي نظم الجمعيات العموميه الانديه الاتحادات اللجنه الاولمبيه، كل ده واكتشاف الموهوبين والاستثمار في المجال الرياضي، وكل يعني غطى مسائل مهمه جدا. جه بقى في المساله الخاصه بينا في جلستنا اليوم عن الجرائم الرياضيه. كل ما هناك ان لما تستعرض الجرائم اللي هو قانون الشباب قانون الرياضه الجديد ده بتاع سنه 71 سنه 2013 بس 2017 الجزء بتاع الجرائم والعقوبات فيه واضح ان الاستعانه ما كانت قصيره شويه بالخبره في اللي يحط له بقى الجزء ده بدأ يعني طبعا فيها ثغرات
كتير جدا، انما محاوله طيبه. اول حاجه هو حط قاعده عامه كده، قال الجريمه او العقوبه اللي مش ماشيه قوي هنا او كده طبق فيها قانون العقوبات. حط قاعده عامه لان هتلاقي في جرائم لا قانون العقوبات بيعالجها بطريقه ثانيه وبعقوبه اخرى، فهو رماها على قانون العقوبات. وحدد اختار نوعيه معينه من الجرائم فقط وعاقب عليه، انما هناك جرائم اخرى كتير متعلقه بالنشاط الرياضي. الدكتور احمد في كتابه من نتيجه الاطلاع على التشريعات المقارنه سواء في المنطقه العربيه او في خارج المنطقه العربيه، لا في جرائم تانية اتعالجت بطريقه احسن من اللي عالجها التشريع المصري، وده ما كانش صح. لان يعني بمنتهى الصراحة كده أنا أقدم من الدول دي بكتير جدا، بلد في القانون وفي غيره، فكان يجب إن أنا يكون المنتج بتاعي أفضل من هذا في 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 وضع الضوابط على النشاط الرياضي في حالة مخالفات. يعني هو مثلا عاقب على جرائم السب والقذف والإهانة، جريمة الحض على الكراهية والتمييز، عالج بعض الأنشطة أو بعض الجرائم اللي هي ابتدت تظهر في المجتمع. يعني جريمة دخول مكان للنشاط الرياضي دون وجه حق، ده ساعتها دي بالخلاطون بتفرق زي ما بتقول تمرين بتاع نادي، تيجي الجماهير غصب عنك لازم أخش، يا عم أنا التمرين مش عامله للجمهور لا أخش. فدي ظاهرة صح ظهرت عندنا فبيعاقب عليه، وبعدين بيضاعف فيها العقوبة في حالة الاستخدام العنف والتهديد لتحقيق قرار الدخول، وده طبعا اللي بيحصل. بس عادتك ان انا اجمنع الجماهير تبتدي يحصل عملية شغب، يحصل اطور بقى مجرد الرغبة في الدخول كتجمع، لا ان انا استعمل وسائل عنف وتهديد ابتدي اضرب واعمل بتاعي. ايضا اتكلم على حيازه المخدرات والمسكرات في داخل الاماكن ممارسه الرياضه وحط لها عقوبه. طبعا العقوبه دي لما تقول لحيازه مخدر انه هو دخل المكان فبيديه عقوبه جوه الحلاقه، هو عشان كده حط القاعده الاولانيه قال لك طبق من العقوبات، لان دي جنايه لما اكون معاه حته مخدرات سواء دخلت بيها الملعب ما دخلتش بيها الملعب دي جنايه، وهو هنا عاملها جنحة، وفي نفس الوقت قال لك طبعا ده زي ما تقول ده صورة من الخلل التشريعي، ان انت تحط لها عقوبة وبعدين تقول لا طبعا قانون العقوبات العادي، ما طبعا ازاي بقى داخل الملعب ومعاه مخدرات تقول لي لا دي تاخد مش عارف حبس وغرامة وبتاع، وهي اصلا في الـ في الـ في الـ في الـ في قانون المخدرات عقوبتها جناية. حيازة الألعاب النارية والمواد الحاقة والقابلة للاشتعال، قال لك لو دخلت الملعب معاك وبعدين ضاعف العقوبة، قال لك لو استعملتها بقى وبعدين لو استعملتها ضد القائمين على الأمن في أماكن الرياضة. أيضا ابتدى يعالج العقوبه انك انت لو استعملت هذه المواد القابله للاشتعال والحرقه واللي هي الشماريخ والكلام من ده وادت الى اصابه او الى عاهه، ما تقدرش تطبق العقوبه اللي هنا، العقوبه اللي هنا فاحالها الى قانون العقوبات. الاستخدام القوه والتهديد والترويع ضد لاعب او حكم احد اعضاء الاجهزه الفنيه بسعت لك بقصد الامتناع عن المشاركه في النشاط الرياضي او التاثير على النتيجه لصالح طرف عليه. استعمال القوه والتهديد بقصد عدم المشاركه في النشاط دكتور حاتم ربيع الامين العام. Thank you.
كنا بنتكلم على استخدام القوة والعنف والتهديد ضد لاعب أو حكم أو أحد الأجهزة الفنية أو أحد مجلس إدارة الهيئات الرياضية لحمله على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي. بيستعمل القوة ضد اللعيبة والحكم أو الأعضاء بتاع من الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي. تذكر الواقعة دي منطبقة على إيه؟ منطبقة على إن لما جمهور الـ أو بعض جمهور الألتراس ولا الكلام ده لا راح الفندق اللي نازل فيه النادي الأهلي وراح يلعب ماتش سموحة وقالوا لا ما انتش مش هتلعب. عمل تجمهر عند الفندق وطلب العلامة تلعبوش الماتش. لا فدي اللي بتسألني كده تستعمل قوة بتاعه بتمنعه عن ممارسة النشاط يقول لك أو التأثير على نتيجة مباراة صالح بتاع دي ما التأثير على النتيجة بس ساعات لصالح لا دي عايزة تدخل ما بيمكيش هي بالطريقة دي لأن الأسلوب ده ما يأثرش على النتيجة بس ساعات التأثير على النتيجة دي عايزة اقتراب أكتر من اللعيبة والحكم في التلاعب على في النتائج. وبالمناسبة ظاهرة التلاعب في النتائج وبالتالي القانون المصري ما عالجهاش خالص. أهميتها برضو في مصر قليلة شوية لأن دائما جرائم التلاعب في النتائج عن طريق الحكام أو اللاعبين بتيجي في الأنظمة اللي بتطبق نظام المراهنات. نظام المراهنات يديك فرصة أنك أنت تتلاعب وبتحصل بساعتك للعودة بالمكسب على الجهة اللي بتنظم الرهان تخلي يبقى فرصة التلاعب أكتر عن طبعا جريمة البيع وتداول التذاكر أشار لها سعادة الدكتور أحمد. المسألة المحساسة عندنا اللي هو عقب على إنشاء أو تنظيم روابط رياضية بالمخالفة للقانون. هو طبعا عايز يواجه الألتراس والكلام لأنك ما تعمليش روابط رياضية مخالفة للقانون. وبعد كده جه الجريمة المهمة وما ادهاش أهمية كبيرة اللي هي إحداث الشغب زي ما الدكتور قال لك التحريض على الشغب إنما ما قالش الشغب نفسه. طب لو الشغبين نفسهم قاموا بالعملية ديت من غير تحريض من حد معين بالذات أو ما قدرتش تمسك التحريض ده يؤدي إلى يا إما إحداث اعتداء على المنشآت أو تعطيل النشاط الرياضي. حط جريمة غريبة جدا يقول لك يعاقب بالحبس كده من مارس نشاط منظم في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخصة أو بترخيص. يقول لك لازم تمارس النشاط الرياضي عن طريق هيئة. وليه طب ما تشجعني نشاط أعمل نشاط رياضي؟ يقول لك منظم يعني طب الدورات البرمضانية ما دي منظمة تمنعها بدل ما فيهاش تعاقب عليها ليه؟ خد بساتك لما تيجي تقول لك تمارس نشاط منظم عن غير طريق الهيئات لا احنا بينا وبعد كده هنعمل دورة بينا وبعد ونلعب شوط رياضي. مش هي دي المسألة اللي تستحق التجريم بالعكس هي تستحق التشجيع. بس حتى بعد كده بقى دخل في 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 جرائم مجرد اشاره انما طبعا لا النصوص تنفع تعاقب بها هنا ولا بتاع لا الجرائم المتعلقه باموال الجهات الاداريه الهيئات الرياضيه انك انت تنفق الاموال فيما لا يحقق الغرض منها او تتسبب باهمالك في خساره ماديه للهيئه. انت المساله دي حساسه جدا وعايزه ودي تبان في مصر عندنا في بيع اللعيبه خد بالك او في التنازل عنهم بمقابل الانديه الثانيه. تعمل لك مشكله تقول لي انت سبت ازاي اللعيب فلان فلاني لنادي كذا بمبلغ كذا وبعد كده لما راح النادي الثاني نجمه عالي جدا ومشيت العمليه معاه
وهنا في مصر عندنا الظاهره الغريبه دي كابتن طاهر ممكن يتكلمنا عليه. اللعيب يبقى في الاهلي وفي الزمالك مشتريه بفلوس يجي يلعب موسم ما يمشيش معاه قوي فيروح متنازل عنه النادي تاني ببلاش يرجع يرتفع سعره تاني فيرجع اشتريه تاني بفلوس تاني. وانا سبته ببلاش اشتريه من الاول وسبته ببلاش واشتريته تاني يجي لي تاني. وده كان بيحصل وحصل صراحة في الاهلي وفي الزمالك يجي لي اخده بفلوس تاني يلعب معانا يختلف معاه لما تمشيش معاه العمليه تاني ارجع اسيبه ببلاش تاني يرجع ينبغ تاني فاشتريه مره تاني نزل. فده عمليه ولو جيت بقى استهب بالمقاييس بتاعت القانون غلط تتجر واخد بالك. بينما مقاييس الرياضه ممكن يبقى فيها كلام يعني مثل الكابتن طاهر كابتن صالح سيما الله يرحمه ورئيس مجلس الاداره لما كنا نيجي يسيب لعيب يقول لك خلي بالك انا بسيب اللعيب ده وممكن بعد كده لما هسيب الاتحاد السكندري حالته هتتحسن جدا ويبقى كويس وبلع الماتش بالاهلي الاتحاد السكندري هو اللي يجيب فيها الاجوان. فما تقوليش ما يعني الحته الفنيه دي ممكن تحصل خد بالك يعني مش لعيب في مناخ معين ما يأديش اداء طيب تنقله المناخ ده في نادي تاني خالص لا تضرب معاه خد بالك ساعتك. ولذلك الصور اللي انت بتشوفها يعني لما تقول كده طب امال محمد صلاح ده ازاي سيبناه كده خد بالك ما تقدرش تركز عليه في وقت من الاوقات وعندك المقاولين العرب خد بالك ما تروح للزمالك يقول لك لا ما ينفعنيش خد بالك واسيب يعني دي مسائل يعني طاهر بقى هو يتكلم فيها اكتر. انما احنا بنقولها ليه؟ لان دي ليها مردود في الجرائم اللي انت حاططها. لان اللعيب ده بعد كده بيتقيم فلوس يبقى دي فلوس انت صرفتها او تنازلت عنها اديت للمكسب او اديت خساره للجهه الاداريه او الجهه اللي هي الهيئه الرياضيه اللي انت يعني يحسب لهذا القانون ايضا التركيز على عقاب الشخص الاعتباري. فكره انك تعاقب الشخص الاعتباري دي يعني افكار ديت دلوقتي في اغلب التشريعات بتدعمها جامد دايما في دماغك كده ان انا اعاقب جهه يعني ايه بعقوبات جنائيه الكلام على طول انك تعاقب شخص طبيعي. انما دلوقتي ابتدى فعلا التوجه الحديث في التشريعات الى انزال العقوبه على على الشخص المعنوي او الشخص الاعتباري. ايضا اشار القانون قال لك ان اي حكم بعقوبه من عقوبات في الجرائم ديت بتؤدي الى حرمان من وقعت عليه العقوبه بيحط عقوبه تبعيه انه حرمانه او زي ما القانون قال لك ده عدم صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي هيئة لمدة 5 سنين وبيضع أو بيشير إلى هذه العقوبة باعتبار عقوبة تبعية لمخالفة قانون الرياضة في مجال الجرائم. يبقى هنا لما تشوف القانون بتاعنا ده هو نقى شوية جرائم بس حتى هقول مش دقيق قوي في 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 انتقائها. معالجتها جت بنصوص ما هيش منضبطه باعتبار انها انت بتوقع عقوبات ما تمشيش بسعتك. يعني انت لو اي دفاع بسيط جدا ممكن بلدي يخلصك من الجرائم دي نتيجه الصياغه ما هياش مظبوطه. انما هي محاوله لمواكبة الركب بقى في التشريعات عموما. يعني ما ينفعش يبقى التشاد بالمعالجة بالطريقة
الأرض تخيل وكمان مش منضبطة قوي، وانت عندك تشريعات تانية بتاع الدول مؤاخذة في مجال القانون والتشريع وبتاع، لا حاجات جديدة خالص يعني، يعني الدول ما مش عايزين نقول أسامي بقى اللي احنا مستفيدين منها دلوقتي، البلد تحط لك تشريعات أحسن من 53 مارس أرضنا عمليها تخش في قاطع ليش أو تروح من كده لأن في نصوص عندك في التشريعات معمولة ب وخاصة ان انت ما عندكش حجة، لانك ايه يعني التشريع المقارب قدامك بقى عندك في اسبانيا وفي فرنسا وفي المانيا وبتاع، الناس دي حاجة بتعاقبها ازاي؟ طب انت ممكن تركب الجزائر ما بقول لك عندك الجزائر والمغرب وتونس لا عاملة التشريعات للجزائر المزرعية بتاع، وخصوصا انك انت بتواجه بقى كمان يعني زي ما الدكتور خالد قال احنا بنجتمع في ذكرى الحادثه بتاعت بورسعيد، ويمكن ساعات الكابتن كريم يقول لك في تامين الملاعب، دي مساله متعلقه بتامين بكافيه التامين كمان ده ساعتها، يعني انا شفت على الطبيعه في بورسعيد الوضع كان شكله ايه، ان انا يعني انا رحت بورسعيد تاني يوم الحادثه، لا الاسلوب كابتن كريم يقول لنا التأمين يبقى ازاي، مفيش شركان، لان انت لما تعمل عملية تأمين سليمة لساتك بتمنع عملية الشغل من اول، ان انت بتحط ضوابط بتخلي كل واحد تقدر تلقط كل واحد جاي ازاي عمل ايه نتيجة البتاع، مفيش حاجة اسمها الجمهور جماهير غفيرة كده يقول لك ده مدرج الاهلي خش اقعد هنا، ده مفيش تقعد ايه، ده كل واحد قاعد ببقى انا عارف ده مين، ده مين اللي قاعد بالكرسي برقم والتذكره، التذكره دي صرف مين، عارف مين اللي كان قاعد هنا، فما فيش حاجه اسمها ده جمهور الاهلي هنا وجمهور الاتحاد هنا، مش الكلام ده مش مبقاش موجود في العالم دلوقتي، فكره انك تخش ومعاك شماريخ وبتاع ده الكلام ده بطل في العالم خلاص، لانه انت داخل في اجراءات امن وانت داخل ببقى عارف معاك ايه، انا ساعتها ما بدخلكش بلاستيك بلاستيك الميه خد ساعتك، فدي متعلقه بكافيه التامين بقى في الملاعب دي، يعني ده اشاره سريعه كده للجرايم، اسف اذا كنت اطلت على حضراتكم، انما طبعا يعني المشوار اللي احنا جايين ومن هناك جايب يعني قيمته وازيد كتير جدا باللقاء بحضراتكم في هذا او هذه المناسبه السعيده الثقافيه الجميله باصدار جديد للاستاذ جليل من اخواننا، واشكركم جميعا. شكرا جزيلا لهذه المحاضره القيمه وهذه المحاكمة العلنية لقانون الرياضة الوليد بين قوسين، خلي بال حضراتكم قانون الرياضة ده عادة نشتغل فيه أكثر من 15 سنة مثلا تقريبا، هي محاكمة علمية لا شك أنها محاكمة علمية، لأن بعض هم أصحاب عشان بعض اللي احنا بنتكلم من طرف واحد، إنما أصحاب الشأن اللي وضع القروض لو كانوا ممثلين كان ممكن يرد عليا هذه مبدأ إذا سمحت بس المايك لو تكرم أيوة بس كده عشان ما تكلمش تاني لا هي أنا شديد السعادة بن قوسين لأنه حينما يصدر القانون بتكسر حواليه التحليل والتفسير والانتقادات، وده شيء طبيعي جدا وده شيء صحي، القانون ليس شيئا مقدسا، ده قانون واضع ممكن بكره اعمل له amendments اعمل له تعديلات وفقا للتطبيق، حينما تصدر تلك الملاحظات من رجل قانون وبين قوسين رجل مارس ايضا تطبيقات هذا القانون في النوادي الرياضيه في الممارسه العمليه، لا يبقى لازم تؤخذ بعين الاعتبار تماما.
حينما أقولني لو هم ممثلين وضع القانون، لو لسه احنا هنعمل القانون من جديد ووضع القانون نفسه قد يكون غايب عنه أثناء مناقشة القانون. ولذلك أنا دائما بقول لحضراتكم أن من المهام الكبرى لوضع القانون هي فكرة استطلاع الرأي الشعبي. يعني لازم أشوف المصلحة المحمية بالقانون مين؟ مين أنا بخاطبه عشان أقدر أوصله، عشان أقدر أعالج مشكلاته الحقيقية. حينما يوضع القانون في غرف مغلقة تأكد تماما تاني يوم عطول مش هيطبق. وأهم من نص القانون هو تفعيل هذا القانون. شرفنا للتو مضيفنا الكريم سعادة الأستاذ الدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وإحنا بنرحب بيه بيته، إحنا ضيوفه، وهو كان حقيقي شديد الحماس لاستضافة هذه الأمسية العملية المهمة جدا. ويعني صادف زي ما قلت حضرتكم هذا في بداية هذا اللقاء أنه تأخر قليلا لارتباط مفاجئ لسعادته، والآن يعني أترك لسيادته الكلمة لكي لا لأنه هو عنده مهمة بروتوكولية المفروض يرحب بينا في بيته. فالأستاذ دكتور حاتم ربيع تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، أسعد الله صباحكم كل خير. يعني يسعدني ويشرفني أن أكون معكم أو أن أجلس معكم في فعالية جديدة من فعاليات المجلس الأعلى للثقافة، واليوم نحن نحتفي ونحتفل بحفل توقيع ومناقشة كتاب الجرائم المرئية في القانون المصري للدكتور أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة. والذي يأتي ضمن إصدارات موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها الصديق العزيز والأخ الكريم الأستاذ الدكتور خالد القاضي. والدكتور خالد القاضي دلوقتي بيقول لي أنهم وصلوا لإصدارات 22 إصدار ضمن موسوعة فترة زمنية قليلة، أعتقد ده إنجاز كبير يعني. وهذه الموسوعة صادرة أيضا عن المجلس، عن الهيئة العامة للكتاب برئاسة الأستاذ الدكتور هيثم الحاج. يعني نفس القدر من التحية نتوجه به لمعالي النائب العام. يعني نفس القدر من التحية نتوجه به نفس القدر من التحية نتوجه به لمعالي النائب العام الأسبق، وهو يسعدنا دائما ويشرفنا دائما، وهو أستاذ لا يشك له غبار علما وأدبا وخلقا جمل. كابتن طاهر البيت أعتقد من المرات القليلة اللي بلتقي بيه، بس أنا سعيد بالفعل أن أنا ألتقي بيه. كذلك كابتن كريم يعني نسعد بيه دائما في المجلس الأعلى للثقافة. إحنا بنؤكد من خلال حفلات الإصدارات وحفلات التوقعات أن المجلس الأعلى للثقافة حريص على نشر المعرفة والخروج بالفكر من النطاق الضيق الى الافاق الواسعه. ولذلك احنا عندما نتعاون ونعمل حفلات توقيع فاننا نفتح بابا للتفاعل مع الجمهور. يمكن انا ما ساعدنيش الحظ اني افحص الكتاب طبعا الجرائم المرئيه للدكتور احمد، بس انا اعرف الدكتور احمد عن قرب، الدكتور خلوق واسلوبه مميز واسلوبه راقي ومنهجه فريد، وانا اعتقد ان هسعد دائما ان انا ان شاء الله لما اقرا الكتاب بشكل تفصيلي يعني. شكرا بحضرتكم وان شاء الله يعني نسعد بكم دائما. شكرا جزيلا للصديق العزيز والمثقف المتميز سعادة الأستاذ الدكتور حاتم ربيع، والذي حقيقي خلال فترة وجيزة يعني بعد أيام قليلة يكمل عاما في أمانة هذا الصرح الثقافي المهم في مصر وفي الوطن العربي. ولعل حضراتكم تتابعون ما ينجزه في فترة يعني في عمر الزمان هي شهور، ولكن حقيقة الأثر الكبير لنشاط المجلس ليس في القاهرة وحدها، وده النقلة المهمة جدا. دلوقتي المجلس الأعلى للثقافة وصل إلى كل محافظات مصر، وأنا كان لي حقيقي شرف أن أساهم معهم في بعض منذ أنا دكتور حاتم حقيقي شكرا جزيلا لتشريفك وحرصك على أن تكون بين ظهرانينا في هذه الأمسية المهمة. كلنا طبعا توق وشغف للإنصات لهذا الرمز الوطني
والرياضي الكبير كابتن طاهر ابو زيد. وانا يعني اختلف مع معالي النايب في ان التوزير، لا يا معالي النايب، التوزير ليس اكبر من الكابتن، الكابتن هو الاهم وهو الابقى. التوزير فتره من الى، ولكن هو كان كابتنا وكان محبوبا وسيظل هو الكابتن طاهر ابو زيد. اعتقد ده هو اللقب المحبب اليه، كابتن طاهر ابو زيد ثعلب المعالم الملاعب المصرية ووزير الرياضة في فترة من إلى، أسهم فيها له ما له عليه ما عليه، ولكن كل الشكر والتقدير لتشريفه لنا اليوم كابتن طاهر أبو زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هي يعني أنا في البداية بأسجل تقديري للحضور، وعايز أقول إن أنا سعيد جداً إن أنا في وسط قامات قانونية، وبتشريف أيضاً سعادة الدكتور النائب العام الأسبق الأخ الأكبر لنا جميعاً مستشار عبد المجيد محمود، وأثني في الحقيقة على حضوره شخصياً من دولة الإمارات العربية لهذه الجلسة، وده إن دل على شيء في الحقيقة فهو بيدل على يعني وطنيته التي لا يختلف عليها اثنين، وأيضا لتقديره للباحث الدكتور المستشار أحمد عبد الصبر. الحقيقة أنا تقريبا دي أول مرة هرجع للرياضة من خلال هذه الجلسة، تحديدا يعني في فبراير 2014 أنا كنت سبت الرياضة خالص ونسيتها، إنما أمام هذا المنتج الرائع في الحقيقة الجرائم الرياضية في القانون المصري حقيقة شيء مشرف، وهو إضافة لل عايز أقول للوسط الرياضي بشكل عام أن يضاف إليه هذه المطبوعة الرائعة. معالي النائب العام الأسبق الحقيقة أتكلم على القانون وريحنا أنا تحديدا، لأن أنا فيعني قال ملاحظ أو ملاحظات تحديدا يعني أشاركه فيها الرأي، وأرى أن هذا الكتيب أو هذا الإصدار أو هذه الموسوعة إن سمى التعبير يعني أتمنى إن شاء الله أن هي يعني تصحح المسار بعض الشيء، وتجعلنا جميعا نفكر في كيفية الاستفادة من هذا الكتاب في معالجة بعض بنود قانون الرياضة المصري. الحقيقة الكتاب تجاوز المسائل القانونية وذهب بعيدا إلى أهمية الرياضة في الحقيقة، وده شيء بيضاف إلى الباحث أو الكاتب لأنه عزز قيمة الرياضة في الحقيقة وجسدها كما نتمناها كلنا كرياضيين وكما مارسناها جميعا. هو أكد في الحقيقة على أن الرياضة هي وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام، وده بعد في الحقيقة يعني أضاف للكتاب، لأن الكتاب اسمه الجرائم الرياضية في القانون المصري، فأي قارئ على طول هيقول ده كتاب قانون، إنما في الحقيقة في سطور الكتاب شيء يقدر للكاتب في الحقيقة اتكلم على إنها إن الرياضة هي المجال اللي بتتوحد فيه الشعوب، ودي حقيقة في أحداث رياضية أولمبية أو عالمية أو حتى إقليمية أعتقد ده المكان الوحيد اللي بتتوحد فيه الشعوب، الرياضة تحديدا هي الوحيدة القادرة. اتكلم على القيم النبيلة أيضا في هذا المجال في الرياضة اللي بتجمع كل سكان قارات العالم، وده شيء أعتقد يعني بنشكرك عليه دكتور في الحقيقة. الحقيقة الـ 23 جريمة اللي أشار ليها الكتاب في الحقيقة يعني بتجعلنا جميعا إن احنا نحاول الاستفادة بشكل يعني واضح يتجاوز إعجابنا بالكتاب فقط، إنما كمان نستفيد به في تصويب بعض البنود، وزي ما تفضل دكتور خالد القاضي في الحقيقة وقال إن أي قوانين هي وضعية وهي قابلة للتغيير إذا ما ارتأت يعني الظروف إن ده في صالح القانون أو في صالح الوطن، احنا في الآخر بنتكلم على وطن كلنا عايشين فيه، وبالتالي كل ما يضيف
اعتقد ان احنا كلنا هنبقى حريصين على هذا التربية. الحقيقة احنا النهاردة بنجتمع في الحقيقة في ذكرى، فعلا هي ذكرى حزينة، وهي احداث مذبحة بورسعيد النهاردة 1 فبراير. انما لعله من حسن الطالع ايضا ان يتواكب هذا الكلام. ما اعرفش هي مقصودة يا دكتور ولا بالصدفة مقصودة يا دكتور. وبالتالي اعتقد ان هذا الكتاب في الحقيقة يعني تحليله او معالجته في الحقيقة لبعض الجرائم الرياضية جي بشكل مباشر. القانون ممكن يكون اغفلها، زي ما تفضل معالي المستشار عبد المجيد محمود ان مفيش حسم في بعض بنود القانون، ممكن جدا لقيناها في هذا الكتاب في الحقيقة ان في مزيدا من الحسم. انا كراجل رياضي في الحقيقة سعيد، انا بعتبر نفسي رياضي طبعا في المقام الاول، سعيد جدا بان هذا الكتاب بيضاف الى الموضوع الرياضية، وانا هكون من اشد الحريصين في الحقيقة ان احنا نستفيد من هذه المطبوعة. وداخل البرلمان المصري ايضا ان شاء الله هيكون له تواجد ما بين اعضاء مجلس النواب، على اعتبار ان ما بداخله في الحقيقة قيمة كبيرة جدا، وقيمة لابد ان احنا نستفيد منها. بشكر الحضور جميعا، وبأكد مرة تانية ان انا سعيد بوجودي في هذا المحفل الثقافي، وبشكر الجميع مرة تانية، وبتشرف ايضا اني بقابل معالي الدكتور حاتم ربيع الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة لاول مرة، برحب به وبأكرر شكري وتقديري للدكتور خالد القاضي. بشكر الباحث العظيم الدكتور احمد عبد الظاهر سيادة المستشار على هذه الاضافة الراقية للرياضة المصرية، وبأكد مرة واثنين وثلاثة تقديري وامتناني واحترامي لمعالي الدكتور المستشار الجليل على حضوره شخصيا، وده ان دل على شيء فبيدل على ان احنا ما عندناش غير يعني او اقول ان هذه القيمة لا تتكرر مرتين، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود. شكرا لحضرتك. ونحن جميعا نوافقك رأي كابتن طاهر على هذه يعني هذا التوصيف المعالي النائب. شكرا جزيلا كابتن طاهر ابو زيد على هذه الاطلاله المهمه لكتاب اليوم، واسمحوا لي ان اعاود الترحيب بحضراتكم معالي المستشار الجليل شفيع الجرف نائب رئيس محكمه النقد، سعاده اللواء دكتور شوقي محمد صلاح عضو هيئه تدريس باكاديميه الشرطه، سعاده الاخ احمد جمال الدين الغازي، دكتور عصام عبد الحميد، محمد مصطفى شعيب مع حفظ كل ألقاب، محمد علاء الدين، عادل طه، محمد كمال كمال، مجاهد علي مجاهد، نجلاء صلاح الدين مأمون، مي محمود منصور، ياسر سليمان، أسامة عزة العبد، محمد عبد الجواد، ياسر منير عبد الظاهر، عصام منير، وفاء رمضان، دكتورة رشا علي الدين، أشرف القاضي، محمد محمود كامل، وليد نبيل، محمد عبد الفتاح، عاصم الشندويلي، مؤمن النجدي، محمد حسن كامل، وكل من حضراتكم له كل التقدير والاحترام على تشريفكم كثير. لا أشرف ده أكبر مني، ابن عمي أشرف قاضي، هو عجوز، هو أكبر منه، وفي الشعر كمان. طيب دلوقتي استمعنا الى شق قانوني والى شق عملي، عايزين بقى البروسيسنج بتاع تامين ملاعب يعني، ولذلك كان اختيارنا لحقيقة الكابتن كريم عبده ان هو في المطبخ الشيف بتاع تامين ملاعب. وحقيقة الكابتن كريم عبده لسه ما شافش الكتاب، انا كلمته من يومين، ويمكن ده مقصود عشان احنا خلاص في يعني مناقشة لموضوعات الكتاب، مناقشة موضوعية جدا قانونية دكتور عبد المجيد بيه أستاذنا العظيم، مناقشة رياضية مهمة جدا، انطباع كابتن طاهر أبو زيد ده بصمة نجاح الكتاب. طالما ممكن ساعتك ليك أي ملحوظات ممكن نصدره، ولو ساعتك مش موافق على الكتاب يا كابتن طاهر إضافة خلاص يبقى كده احنا عايزين بقى دي بقى اللي جاي ده مناقشة لموضوع تأمين الملاعب نفسه، إن إحنا لازلنا إلى الآن
يقول لك الماتشات من غير جمهور يعني ايه 8 سنين مش عارفين نعمل ملاعب يعني ايه ده؟ فحضرتك ادينا بقى روشته النجاح لتأمين لاعب، انت ما بتشتغلش بقالك 7 سنين كده. شغال بره. طب ده موضوع تاني بقى، اتفضل يا فندم. كابتن كريم عبده خبير تأمين ملاعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكركم كلكم ان انتم اديتوني الفرصه ان انا ادي ده شرف كبير ليا. الصوت باين كده. ده شرف كبير ليا ان انا اقعد بحضراتكم. هو المشكله عندنا ان احنا بنعمل قانون ومفيش حد ينفذه. يعني حضراتكم بتتعبوا بتعملوا قانون وبتعملوا لوائح، لكن ورشه العمل مفيش حد عارف القانون، مفيش حد مدرب او مؤهل في الوطن العربي وبالاخص مصر ان هو يامن ملاعب. في فرق ما بين التامين والتامين التنظيمي. اذا كانت شركه تامين او شرطه او شركه راعيه او اتحاد او امن نادي، مفيش حد فيهم يعرف يعني ايه امن ملاعب، مفيش حد فيهم مدرب، مفيش حد فيهم يعرف يعني ايه اصلا قانون رياضي. يعني في لوائح هي ما بتروح لهمش. الكلام اللي بيحصل في الاجتماع الامني او الاجتماع التنظيمي بيبقى مع ناس احنا بنقابلها في الاجتماع غير الناس اللي احنا بنقابلها على ارض الملعب، واللي قاعد في الاجتماع غير اللي قاعد على ارض الملعب. اللي بيبقى قاعد معايا في الاجتماع بلاقي قاعد في الماسوره، هو مكانه تحت في الملعب عشان يدي ارشادات ويقول للناس يعملوا ايه ويروحوا فين، هو مكانه مش الماسوره عشان يتصور. انا عن نفسي ما اتفرجش على ماتشات، انا بقعد الف طول الملعب تبقى عيني على كذا اتجاه. حضرتك سابت المستشار كنت بتتكلم على المشكله بتاع بورسعيد وازاي حصلت، فانت تسمح لي بس اشرح لك صوره اوريك الفرق على الشاشه. ده المنظر اللي عندنا. الامن المركزي او ايا كان شركه التامين هم مش فاهمين هم طالعين يعملوا ايه، هم طالعين يمشوهم او طالعين يمشوهم. بسبب المنظر ده بيجيب كره للشرطه وللداخليه وكل حاجه، الناس دي مش مدربه. الصوره الثانيه بعد اذنك. احنا عايزين طقم فريق عمل كده مدرب يطبق القانون اللي حضرتك حاطه. الناس دي تقعد تدرس القانون وتتعلمه كويس وتنزل تنفذه، ونبعد الشرطه عن الموضوع عشان الشرطه دي فوق راسنا ولازم نحترمها. احنا مش عايزين اهانه للشرطه ولا للداخليه ولا للجيش. الناس دي بتامننا، الناس دي خلينا عايشين في سلام. عايزين نبعدهم عن الموضوع، يبقى تامين خارجي او احنا نساعدهم، احنا نجيب اللي بيعمل المشكله او ما بينفذش القانون نسلمه ليه زي الصوره اللي جايه. ده المنظر حاليا. بص حضرتك ورا في كام قوه تامين؟ ضابط الشرطه ماسك المشجع، هو ماسكه كانه حرامي او واحد عامل مشكله كبيره يعني، بس هو في الاول وفي الاخر مشجع وخلاص. انت وسط الناس دي كلها مش محتاج تمسكه كده. ثانيه بعد اذنك. دي كانت صوره في ماتش ريال مدريد وانتر ميلان بره. ده مشاغب نزل حضرتك انا اللي ماسكه طلعه، في ورا اتنين ضباط شرطه طوارئ وتامين عن بعد. انا لو الجمهور عايز يشتمني او يزعق لي ان انا مسكت المشاغب وطلعته بره انا ما عنديش مشكله، بس الشرطه ما تتهانش. انا باخد الولد بطلعه بره خالص بسلمه للشرطه اللي هي بقى بتطبق القانون، انا مش بتاع قانون ولا بتاع تطبيق قانون. انا هسهل مهمتهم ان انا اخدهم بره خالص. اتفضل حضرتك اهو عشان ما حدش يقول الشرطه ضربت والشرطه رمت والشرطه شتمت. بس هو عشان ما فيش الكلام ده حضرتك موجود دلوقتي بيحصل اصابات وبيحصل وبيحصل وبيحصل. ما حصلش خالص، ما فيش جمهور. انا بتكلم في العقل. المشكله السابقه مش دلوقتي. ما فيش حد مدرب. بس. طيب. اذا يبقى شكرا جزيلا. طيب حاضر. نستفيد كابتن كريم اكتر من كده. من راي حضرتك؟ هو طبعا الكابتن كريم اشار نقطه مهمه جدا. قال لك ان انا ما وظفش الشرطه معايا في البتاع ده ويؤدي بعد كده الى فقد هيبتها والاعتداء عليها ويظهر الامر بان هذه البلد بلا امن.
في بورسعيد اللي حصل كده ان انا انتهيت في الاخر ان ده ما فيش امن بالسرده، لان انا هو قال لا ده الشرطه دي هدول وتامين الملاعب وتامين المنشات الرياضيه دي مساله ثانيه، دي حاجه ثانيه خالص، دي مش شرطه الشرطه. يعني احنا عندنا كده الارهاب يبقى اقلبه الى مشكله امنيه فتبقى الشرطه اللي شايلها في الاخر. طب ده هنا برضو في الكلام ده كده ان لا، يبقى فين النظره الجديده للكابتن كريم بيقول لك لا، ده عمليه تامين مادي ده يبقى ليها ناس متخصصين مش من الشرطه، لا دي مساله ثانيه. وبعده هنرجع لمساله مذبحه بورسعيد. ما في انت لو تفتكر في بورسعيد، بس انا معلش لازم اتدخل، لا معلش لازم اتدخل نظاميا، هذه ليست جلسه لمحاكمه ليه مسبح بورسعيد، ده موضوع مطروح. لا 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 مش هقول على مسبح بس انا استنى معلش مع النادي، استعنت في بورسعيد استعنت للتامين تمام، فانا استعنت ازاي يعني ده بس خلاص، ده خلاص ماضي، احنا بس بنحتفل بذكرى بس. اسمحوا لي ان احنا ندي كلمه للدكتور محمود كوبيش لان لا يمكن يكون متواجد معنا غير ونستفيد في ما لا يجاوز دقائق، وبعدين هسيب حضراتكم مع الدكتور احمد عبد الظاهر عشان يهدي لكم الكتاب بقى. يعني احنا هننسحب انا والدكتور حاتم، واذا كان معانا النائب عايز يتفضل او حد من حضراتكم، ونسيب حضراتكم في حفل التوقيع بقى مع الدكتور احمد عبد الظاهر. استاذنا العظيم استاذ الدكتور محمود كوبيش، استاذ القانون الجنائي والعميد الاسبق لكليه الحقوق جامعه القاهره، والمحامي الاشهر وصاحب الباع الطويل يعني في هذا المجال. تفضل دكتور محمود، او في التجريم، في التجريم والعقاب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم اقل يعني اتوقع ان اتحدث سبق، كان ذلك شرف كبير لي. يعني انا اشهد حقيقه في اني احضر في هذا المحفل العلمي هام، وبشكر طبعا القائمين على تنظيم هذا الحفل، والاخ العزيز الدكتور خالد القاضي بصفه خاصه، السيد الامين العام للمجلس الاعلى، كل القائمين على هذا الامر. لكن انا عايز اتوقف عند عده نقاط. النقطة الأولى هو عريس هذا الحفل الأخ العزيز الزميل الفاضل دكتور أحمد عبد الظاهر، دائما ما يطرق أبوابا يبتعد عنها الآخرين، حتى الآخرون في مجال القانون، وعرفته منذ زمن بعيد. يعني عرفت الدكتور أحمد عبد الظاهر هو في بداية نبوغه، دائما كان يطرق أبوابا لا يتطرق إليها الكثيرون، وهذا نموذج لعمله الراقي في مجال القانون وله تقدير. ولذلك أنا كنت منذ أسبوع تقريبا أو يزيد قليلا بصحبة الزميل الفاضل الدكتور أحمد عبد الظاهر، وصحبة أخونا الأكبر أخينا الأكبر معالي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود في أبو ظبي، وكان الكل حريص على أن يحضر هذا اللقاء. ولذلك أنا أحيي وأقدر يعني أخونا الأكبر معالي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود اللي في هذا اللقاء صمم رغم ظروفه الخاصة التي أعرفها على وأنه أجل أمورا ومهام أخرى انه يحضر هذا الاحتفال. انا شخصيا كنت خارج الدوله وفي بلد بعيد، وكان المفروض ان اعود يوم الجمعه القادم الى مصر، ولكن حرص على اني احضر هذه المناسبه الكريمه جعلني اغير تذكره السفر واعدل من برنامج السفر بتاعي علشان احضر هذا اللقاء. فالدكتور احمد كما قلت احييه شخصيا وأحيي أعماله العلمية كلها التي أعرفها جيدا. لم يتسنى لي في الواقع أن أقرأ هذا الكتاب، ولكن من خلال العرض السريع ومن خلال المناقشة المستفيضة الواعية أيضا من معالي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أدركت ما في هذا الكتاب. يحمد ويذكر الدكتور أحمد
أنه تناول هذا الموضوع ليضعه في أسلوب مبسط أمام المعنيين بهذه المخالفات أو الجرائم الرياضية. وإن كان هناك عيب فهو عيب على المشرعين بصفة عامة. يعني دكتور أحمد طبعا يحمد له ويذكر له أن تناول هذه الموضوعات الجرائم الرياضية التي يبتعد عنها الكثيرون. وأنا شخصيا يمكن منذ فترة ليست بالقليلة بدأت أطرق هذا الباب وعملت كتاب متواضع جدا عن المسؤولية الجنائية عن تعاطي المنشطات الرياضية في المسابقات الرياضية، وكان يمكن أول نقاش في هذا الموضوع يعني لكن في جزئية بسيطة. دكتور أحمد كان يبقى معنى كده حضرتك هتكرمنا بيه بقى في مسؤول الثقافة ده من زمان خلاص تقادم به نعمله رينيو يعني تقادم وتقادم معه يعني الزمن. لكن اللي أنا عايز أقوله أنه في مشكلة عايزة تناقش في هذه القضية بالذات اللي هي تناول فيها تحمل أمرين. الأمر الأول إنه المشرعون على عكس الاتجاه العالمي، المشرع المصري يلجأ إلى الإفراط في التجريم في أمور أصبح المشرعون في العالم كله بيلجؤون إلى جزاءات غير جنائية في شأنها، ومنها ما يسمى بجرائم رياضية. دي حقيقة أنا شخصياً في هذا قد يكون لي رأي في اتجاه المشرع المصري أو في توجه المشرع المصري في هذا الشأن، لأنه في حاجة بنسميها الآن في العالم كله ردة عن التجريم بأمور كثيرة جدا. إحنا لازلنا هنا نفرط في التجريم، ومن هذا الشأن لأنه في جزاءات كثيرة ومن أنواع أخرى وبتكون أكثر فعالية من الجزاء الجنائي. ده نموذج التشريع المصري، وأعتقد الدكتور أحمد تناول ولمس هذا الجانب. الأمر الآخر إنه المشرع المصري ما تفضل الدكتور أحمد وتفضل معالي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إنه يحدث أسلوب التشريع المصري خلط في المفاهيم وإحداث نوع من اللخبطة شوية في التطبيق. لما بيتناول جرائم متناولها قوانين أخرى، قوانين عقابية أخرى بوضوح، ثم يتناولها في خصوص نشاط معين كما حدث في مسائل قانون الرياضة، يتناولها فيحدث لبسا لدى المطبق ولدى البراتيشن زي ما بقول اللي هو بيطبق القانون. أنا هطبق العقوبة دي ولا هطبق العقوبة دي أخذ في الاعتبار القاعدة المعروفة مع المستشار اللي هي الخاص يقيد العام، فدي فيها نوع. ثم يأتي بعد ذلك المشرع كما استمعت الآن ويعاقب على إساءة استخدام الأموال الرياضية أو ما إلى ذلك. طبعاً لست بحاجة الآن بعد أن تحدث المتحدثون في هذا الشأن إلى أهمية الرياضة. الرياضة ما هيش دلوقتي تقارب بين شعوب بس وتضيع وقت وبناء فكر للشباب وإبعاد للشباب عن الانحراف وما إلى ذلك، ولكن الرياضة أصبحت اقتصاد، اقتصاد كامل متكامل، واقتصاد مهم جداً بينضاف إلى الأمور الاقتصادية الهامة في العالم. لكن اللي أنا عايز أقوله أنه في نموذج هنا دكتور أحمد بالتأكيد حضرتك لمسته للتجريم المبهم غير الواضح. كيف يمكن أن أضبط خصوصا أن مسائل التجريم، ولذلك كلما ابتعدت عن التجريم ولجأت إلى جزاءات غير جنائية كان ذلك أوقع في التطبيق. لكن لما أنا أجي أقول إساءة استعمال الأموال الخاصة بالرياضة و بما يحقق خسارة، إهمال بما يحقق، هذا ليس مجاله التجريم والعقاب الذي يجب أن يكون محدداً تحديداً دقيقاً. بالذات التجريم والعقاب لابد أن يكون منضبطاً. أنا عايز في النهاية وأتوقف عند هذا الحد أحيي الزميل الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد عبد الظاهر وهو أخ عزيز، فضلاً عن أني دائماً معجباً له به منذ يعني أنا سأذكر هنا وأختم بهذا أنه الدكتور أحمد عاصرته وهو في مراحل نبوغه الأولى. يعني أتذكر لما كنت في فرنسا وكنت ملحقاً ثقافياً والدكتور أحمد عبد الظاهر جاء مبعوثاً إلى فرنسا وذهب. يعني إحنا مهمتنا كملحقين ثقافيين
ان انا بوجهه الى المشرف لكي يبدا في تسجيل رساله معه. فاتصل باحدى المشرفات هناك استاذه مشهوره جدا وكانت مساهمه في وضع التشريعات الفرنسيه المختلفه، واتصل بيها وقلت لها جاي لك حد من مصر. فالست اتصلت بي فورا وصول الدكتور احمد كان لسه جاي من مصر. قالت لي يعني مش عارفه اتفاهم معاه يعني اللغه لسه. قلت لها اصبري وسوف لا تندمي، اصبري عليه بس من ناحيه اللغه حتى يتقن اللغه الفرنسيه. واذا بهذه السيده في خلال شهر او شهرين تتصل بي وتقول لي فعلا لقد قلت لي ان انت هتشكريني على اني جئت لك بطالب معين او بدارس معين، وانا بشكرك لانه طالب نبغى واتعشق. وقالت ذلك بعد حصوله على الدكتوراه. واستمر في هذا النبوغ وله كل التقدير والاحترام، وانا سعيد به وسعيد بهذا المنتج العلمي، سعيد بكل الساده الحضور، وسعيد باخي الاكبر العزيز علي جدا معالي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، معالي الوزير كابتن طارق طاهر ابو زيد، سعيد بكم جميعا، والف مبروك وكل عام وانتم بخير. شكرا جزيلا. كابتن طاهر له كلمه اخيره بيقول لي ربع دقيقه فاضل. مش ربع قوي يعني. في الحقيقه النهارده 1 فبراير، وهنا مر 6 سنين. ارجو ان انا ما اخرجش على النص، بس انا بسجل اللي انا قلته من 6 سنين وبتمسك بيه امام حضراتكم. احنا في 1/2 حصلت مذبحه بورسعيد، وانا كنت على الهواء، كنت ادير استوديو تحليلي لاحد القنوات، وقلت ان هذه الجريمه ليست رياضيه. بما اننا بنتكلم على الجرائم الرياضيه في القانون المصري، قلتها على الهواء وانا معي في نفس التوقيت ما لا يقل عن 7-8 قنوات. قلت الآتي: أن هذه الجريمة ليست رياضية، وأن شعب بورسعيد الذي ضحى ودفع الثمن في حروب 56 و67 و73 في كل بيت من بورسعيد ما بين شهيد ومصاب هو أكبر بكثير، ولا ينبغي أن نلصق به تهمة القتل. وأنا على مسؤوليتي على الهوى كلام ده بعد الحادثة بدقائق. فأنا بأسجل أمام حضراتكم كمصريين جميعا إن أنا بأبرئ شعب بورسعيد في الحقيقة مما حدث في 1 فبراير، لأن الشعب اللي دفع ثمن في كل الحروب أكبر بكثير من أنه يتورط في هذا الأمر، وأن الموضوع كان أكبر بكثير من رياضة، وأنا وصفتها وقتها أن هي جريمة سياسية. فأنا أنا بأؤكد هذا الأمر حتى وإن كان هذا خارج نطاق الموضوع، بس عشان هو في الواقع ده خارج. ده خارج ساعتك في الواقع ده خارج، لأنه أنا أي حاجة منظور عموم قد أبقى شديد، وما حدش قال إن شعب بورسعيد وحش، بالعكس حدش قال كده. يعني دي دفاع في غير موضع الدفاع. إذا اسمحوا لي في نهاية الجلسة أن أتوجه باسمكم جميعا بأوفر آيات الشكر والتقدير والعرفان للعالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عبد الظاهر، لضيوفنا الكرام على رأسهم جميعا معالي أستاذنا الجليل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، معالي الكابتن الكبير معالي الوزير طاهر أبو زيد، معالي الأخ الكريم الخبير تأمين ملاعب كريم عبده، كلنا في ضيافة أخي وصديقي العزيز المتميز دوما الأستاذ الدكتور حاتم ربيع، تحت رعاية كريمة من الأستاذة الدكتورة إناس عبد الدايم، والتي كانت تتمنى أن تكون معنا اليوم لولا ارتباطات مسبقة وعودتها من رحلة خارج مصر. الشكر والتقدير لحضراتكم جميعا فردا فردا. احنا في تقليد بنعمله قبل ما اسيب حضراتكم مع الدكتور أحمد عبد الظاهر عشان يوقع لكم الكتاب، ان احنا هنقف ونمسك ايدينا في ايدين بعض ونقول بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. يبقى اذا كلنا كده هنمسك ايدين بعض كده وهنقول في نفس واحد: بلادي 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 لك حبي وفؤادي، بلادي 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 لك حبي وفؤادي.
Sorry.